سيمكن هذا التعاون من التطلع إلى آفاق واعدة في مجال تطوير الطاقة القطاع المنجمي الوطني، كما سيساهم بتسجيل طموحنا المشترك في استغلال مواردنا أو موارد بلادنا من المحروقات بشكل مسؤول ومستدام. وبتوقيعنا سويا هذه الاتفاقية نكون قد خطونا خطوة هامة لترسيخ تعاون هادف على مع الشريك الأمريكي شيفرون من أجل تطوير القدرات الطاقوية لبلادنا، لا سيما في المناطق ذات الاهتمام المشترك على مستوى حوضي أحنات وبركين. وبالمناسبة يجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن في طياته التزامنا المشترك بضمان الكفاءة العملياتية واستخدام التقنيات المتقدمة والتكنولوجيات الرائدة في مجال الاستكشاف والتطوير.